طبعا بكل تأكيد الشعب الفلسطيني بفتخر بسلاح المقاومة الجزائرية، وبفتخر لما دعمه لمقاومة فلسطين، وخصوصا مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حساب الحاج. طبعا في كل مرة بنعمل ردة فعل أو فيديو بشكل عام يعني عن أهلنا في الجزائر، وبنفتخر بهيك إشي لأنه عارفين أنه أهلنا في الجزائر هي الداعمة الأولى والوحيدة. طبعا بنشكر احنا الدول العربية الثانية اللي داعمين لفلسطين لقضية فلسطين، ولكن ما فيش بوسعهم مواجهة دولة إسرائيل، أو فيش حاجة اسمها دولة، من الخطأ أن أقول دولة، مواجهة إسرائيل الزائلة بإذن الله. لكن الدولة الوحيدة اللي ممكن دائما مشجعة للقضية الفلسطينية وداعمة لها معنويا وماديا، وفي الأوان الأخيرة اكتشفنا أنها داعمة أيضا عسكريا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. بالصدفة أنا بقلب على الإنترنت لقيت فيديو بأن إسرائيل تتهم الجزائر بتزويد المقاومة الفلسطينية بصواريخ الكورنيت المتطورة اللي هي سلاح المقاومة بشكل عام. طبعا إحنا هذا إشي عارفينه، إشي بنفتخر فيه، ولكن إسرائيل إشي مش عاجبها كيف الجزائر تدعم فلسطين. خلينا نشوف الفيديو اللي تناولت الأخبار بأن إسرائيل اتهمت الجزائر بتزويد المقاومة، ونشوف كيف دعمت الجزائر المقاومة وكيف وصلت لهم السلاح إلى أراضيهم الفلسطينية. خلينا نشوف هذا الفيديو. طبعا قبل ما نبلش أتمنى منكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل كل جديد. وبكل تأكيد نفتخر دوما لما بنحكي عن أهلنا في الجزائر سواء سابقا أو الآن. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. إعلام تل أفيف في البدايات كان يشير مباشرة إلى الجزائر. حصول المقاومة الفلسطينية على صواريخ الكورنيت المتطورة المضادة للدبابات قد أخلط جميع أوراق إسرائيل وشكل لها ذعرا ما زال يستمر إلى هذه اللحظة. أما السؤال المطروح، كيف حصلت المقاومة الفلسطينية على هذه الصواريخ؟ وهذا السؤال اللي محير كل إسرائيل بشكل عام، كيف يعني رغم يعني الإشي المستصعبة أساسا علميا إسرائيل تفصل ما بين الجزائر وفلسطين، ممنوع أي شخص فلسطيني يصل الجزائر لأنهم عارفين حب الجزائريين لهم كبير. فكيف الصواريخ هذه وصلت؟ هذا السؤال حير بنيامين نتنياهو وإسرائيل جميعا. خلينا نشوف هذا السؤال. إسرائيل لم تستبعد احتمال حصولها عليها من الجزائر، خصوصا أن هذه الصواريخ تنتج محليا في دولة الجزائر منذ زمن، وباعتبار الضباط الفلسطينيين يتدربون في الجزائر فهذا يعني تكوينهم أيضا في صناعة هذه الصواريخ. طبعا الضباط الفلسطينيين أيضا لهم دور عظيم بمشاركة وتدريبهم في الجيش الجزائر، وهذا إشي عظيم نفتخر به بمشاركة ضباطنا وعساكرنا في الجيش الجزائري. الخبير التونسي رياض الصيداوي تساءل أيضا حول هذا الموضوع، شاهدوا ما قاله في هذا الفيديو. طبعا احنا كمان بنفتخر، كل التحية لنا في دولة تونس. تونس كمان من احدى الناس الداعمين لقضية فلسطين قلبا وقالبا، وبنفتخر وبنوجه التحية له. بالنسبة للسؤال، من يسلح المقاومة في غزة بصواريخ الكورنيت المتطورة ودربها؟ لأول مرة أطرح إشكالية ولا نجيب عنه، لكن أترككم أنتم في باب التعليقات إنكم تجيبوا على هذه السؤال. حكموا ضمائركم ومعرفكم وقولوا من سلح المقاومة الفلسطينية بصواريخ الكورنيت. الدكتور عبد الحميد العوني لمح لهذه النقطة أيضا، شاهدوا ما قاله في هذا الفيديو. فيه تقارير شبه رسمية وقريبة من دوائر الاستخبارات قد تستجلي مثل هذا التطور. ولماذا تحديدا إعلام تل أفيف في البدايات كان يشير مباشرة إلى الجزائر؟ طبعا احنا بنسمع على دائما الأشخاص اللي انتم بتشوفوهم هم أشخاص ولهم تاريخ عظيم في دولة الجزائر ودولة تونس، وهم تقريبا الأشخاص الوحيدون دائما الواقفين بجانب القضية ومدافعين بكلامهم وكتاباتهم عن القضية الفلسطينية، مما استدعى أن يكون الاتصال ليس فقط مع القطاع ومع إيران، إنما أيضا مع الجزائر التي كان لها موقف قوي في التنسيق مع تركيا، وهذا الذي أزعج تماما روسيا.
لأن مثل هذا التقارب الجزائري التركي هو لا يرغب فيه بوتين تحت أي ظرف، وهو يعمل كل جهده من أجل إبعاد الجزائر عن تركيا. هذا مهم جدا بالنسبة للفرنسيين، والمخابرات الفرنسية والمخابرات الروسية تعمل كل ما في جهدها على هذا تحديدا، على هذا الموضوع تحديدا. إذن من أين أتى القول بالنسبة لتل أبيب أن هناك؟ طبعا زي ما احنا بنأكد كمان، دولة تركيا والرئيس الحبيب رجب طيب أردوغان هو إحدى برضو الداعمين لفلسطين دوما في كل وقت وفي كل حال، وبالتحديد لقطاع غزة، وله مشاهد عظيمة بدعمه لفلسطين. كل التحية له، كل التحية لشعبنا في تركيا العظيم. هناك صواريخ جزائرية في القطاع، أولا لثبات الشعب الجزائري من جهة، من ومشاركته في كل الحروب كلها بدون استثناء من 67-73، وفي كل تمظهرات القضية فهو دائما يقف إلى جانبها. لذلك فإن الجزائر كانت متهمة أولى في الإعلام الروسي والإعلام الإسرائيلي وإعلام تل أبيب. موسكو وتل أبيب كانت تتحرك من أجل معرفة من أين أتى الكورنيات إلى القطاع، فكان ضروريا بالنسبة لهذا الترخيص أن يؤكد الجزائريون هل صنعوا أم لم يصنعوا، لأن لديهم الترخيص لأكثر من ذلك، ترخيص الـ AML90 90 مليمتر. يعني أن طبعا بكل تأكيد الشعب الفلسطيني بيفتخر بسلاح المقاومة الجزائرية، وبيفتخر لما دعمه لمقاومة فلسطين، وخصوصا كل ما دعمته الجزائر لفلسطين ظهر أو بعضا منه ظهر بحربنا الأخيرة على قطاع غزة، وكنا نفتخر بأنه نتناول صواريخ أو نتناول أسلحة للدفاع عن أنفسنا بها بصناعة محلية جزائرية، مش محلية، هي صناعة دولية. بكل تأكيد دولة الجزائر هي دولة مستقرة حرة، ما حد بيقدر يتطاول عليها، لا إسرائيل ولا أمريكا. خلينا نكمل فيديو مع بعض. بالنسبة لهذه التفاصيل التقنية داخل الاتفاق يجعل من الجزائر ليست مصنعا للكورنيت، ولكن من داخل هذه الاتفاقية للـ AML90 فإنتاج الكورنات هو ضمن هذا الترخيص، وهذا ما تخوفت منه تل أبيب وأرادت من موسكو التثبت من إنتاج الكورنات من عدمه، وهل هناك رغبة جزائرية في إيصال الكورنات إلى القطاع أم لا. ولا بد في نظرها من معرفة الترخيص الذي هو للجزائر من معرفة هل هو ينتج ويصنع أم لا الكورنيت الذي هو الآن يستخدم فعلا في القطاع. إذن كان هذا مهم جدا بالنسبة لهم، كان مهما جدا بكل تأكيد مهم، لأنه هالسؤال الذي حير إسرائيل أرعب في نفس الوقت إسرائيل وأرعب أمريكا، يعني أثبت لهم أنه أنتوا أمنكم على الحدود، فصلكم ما بين دولة الجزائر والفلسطين، هذا لا يعني بأن يكون هناك تعامل بين جيش الجزائر والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بل هذا سهل جدا بأن يكون هناك تعامل، وتعامل عظيم وعلى أعينهم، ولكن ربنا دائما بيقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. بكل تأكيد ربنا يعمي أبصارهم ليحمي المقاومة وليصل إليهم ما يدافع على أنفسهم، وبالتأكيد الحامل الوحيد هو الله، ولكن السلاح هو وسيلة للدفاع عن أنفسنا. بكل تأكيد بنأكد ما زلنا تحياتنا لجيش الجزائر العظيم، ونكمل الفيديو سوا. بالنسبة لتل أبيب أن تتأكد من بوتين ومن إدارته، والجزائريون لم يعبثوا بكل ذلك، وإلى الآن لا أحد يعلم ما هو القرار الجزائري تجاه الكورنات حقيقة، ولكن المهم هو أن الترخيص يشمل الكورنات، وأن التخوف تل أبيب في تسليم الجزائريين الكورنات تحت عباءة هذا الاتفاق الأول،
وإنتاجه من أجل القطاع، هذا في نظرهم شيء محتمل وممكن، ولذلك فإن الإيرانيين والجزائريين هم الأقرب إلى تسليم القطاع للكورنيت. لكن في الوضع الذي يمكن دراسته فيما بعد وبعد الاستخدامات، فإن الكورنيت لا يمكن إلا أن نقول عنه بأنه يحتمل أن يكون من الصناعة الإيرانية، ويمكن أيضا أن يكون من غيرها. وهذا الهامش هو هامش أعطي للقطاع من أجل المناورة، وهذا حق مشروع في الدفاع عنه. طبعا زي ما انتم شايفين الكورنيت هو سلاح فعال لمكافحة الدبابات الذي صنعت في روسيا. طبعا روسيا صنعت دبابات شاركت او كانت متواجدة مع الاسرائيليين في الاحتلال وفي الحروب، ولكن اهلنا في الجزائر واحبابنا في ايران واحبابنا حتى في تركيا والدول العربية كان لهم مصير بان يخلقوا مضادة لهذه الدبابات التي يعتقدون اليهود أنها حماية لهم بشكل أكمل، ولكن بكورنيت واحد يهزم هذه الدبابة مهما كان حجمها ومهما كان قوة إطلاق الطلق منها الطلق الناري ومهما كان حجم التدمير الذي يحصل منها. خلينا نكمل ذلك. بس هيك متابعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا في كل مرة في فيديو في عمل في لقاء صحفي في مؤتمر صحفي في لقاء جزائري في حضور ندوات في حضور أينما كانوا الفلسطينيين يلتقون بالجزائريين يؤكدون على دعم الجزائر لهم معنويا وماديا، ومن جديد أصبح يدعمونهم عسكريا. كل التحية لأهلنا في الجزائر، كل الفخر والاعتزاز بهم، كل الفخر والاعتزاز لكل دولة داعمة للقضية الفلسطينية. كل التحية لتركيا برئاسة الرئيس الطيب رجب طيب أردوغان. كل التحية لدولة قطر، كل التحية لدولة مصر، لشعب مصر، كل التحية لشعبنا في دولة المغرب ولا ننساهم، الذي يعني رغم تطبيعهم مع دولة إسرائيل ولكن هناك شعب عظيم ما زال يحب الشعب الفلسطيني، وشفنا مشاهد عظيمة حتى من الشعب المغربي اللي احنا بنقول حكومتهم مطبع مع إسرائيل، لكن هناك شعب كان يدافع بحرقة قلب عن فلسطين أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة. كل التحية لكم مشاهدين الكرام. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله حنكون معكم على متابعة بكل التفاصيل. رح إن شاء الله نحاول إن احنا ننزل لكم كل يوم فيديو جديد بلغة جديدة بلغة فلسطينية، ونحن نعتز ونفتخر بكم. إلى لقاء جديد. قبل ما ننسى لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لصالح كل جديد. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.